الحاله هي تقريبا 10 ايام بعد العمليه الاخ كان بيشتكي من اعوجاج شديد في الانف مع كمان بروز بالانف، كان عندنا بروز هون واضح بالانف كبير، وطبعا المشكله الاساسيه هو كمان عنده كان انسداد التنفس، فالحمد لله صلحنا التنفس، صلحنا الشكل، الانف صار مستقيم تمام، الانف كان عريض كمان الانف صغير، ما كان عريض كثير صغير الانف، وكمان اخذ شغل مستقيم والبروز تقريبا اختفى، طبعا شويه توقمات خفيفه انه اسبوعين هيك قاعد تختفي مع الوقت. شو رايك بالتنفس اليوم والنتيجه؟ والله بحياتي مو متنفس بالطريقه يا دكتور، الحمد لله يسلم ايديك. والفرق بالشكل اعوجاج وال... كثير 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 في تغيير، وما في حدا ضل ما قال لي انه تغيير شديد يعني. الحمد لله الحمد لله، نتيجه بفضل ربي يعني ممتازه. المريض استفاد حاجتين، التنفس والشكل، استقامه والتنفس كمان. شكرا لك.